معانا الفكره اللي اثرها امبارح الرئيس الدعوه والمطالبه بتجديد الخطاب الديني، الافكار المتطرفه دي وازاي ان انا انقيها واصوبها، والشباب اللي ممكن يقعوا ضحيه ويفتكروا ان هم يعني بيحاربوا لنصره الاسلام. فخليني برضو سياده اللواء، حركه اللي هي اسمها حركه حسم دي اعلنت مسؤوليتها، لكن المسألة أكبر من أسماء ومن حركات في تنظيمات في دول في فلوس بتدفع، والواجهة هنا الحركة دي أو دي. تمام. حركة حسم طبعا هي اسم يتغير كل يوم، يعني كل يوم هتلاقي اسم ومسمى جديد يعني. وكل الحركات الإرهابية خرجت من عباءة طبعا جماعة الإخوان، بس احنا كل شويه بنلاقي اسم جديد. كل شويه هم نفس الاشخاص يعني، ولكن والهدف بقى من التغيير ده اللي هو يعني التضليل، يقول لك ان احنا اكتر من جهه اكتر من حركه، فاحنا لينا قوه وعدد كبير. ده جزء من الحرب النفسيه. يعني هي اللعبه مش لعبه دوله، مش هتسقط لما يسقط كل يوم 10 شهداء. احنا دوله 92 مليون، يوقعوا كل يوم 10 و20، الدوله دي ستظل كما هي دوله. لكن الفكره اللي حضرتك بتتكلمي دلوقتي على الراي العام في الشارع، انت كنت بتسالي حضرتك وانا داخل سامع. الشعب المصري لو شعب يعني الحمد لله كتير منه واعي وفاهم المؤامره وفاهم الحرب يعني، وبالتالي مش هنتهزم وما بيخافش الحقيقه. وانا عايز اقول لحضرتك يعني من ضمن الاشكاليات اللي موجوده في وزاره الداخليه دلوقتي حجم الضباط اللي مقدمين طلبات يروحوا شمال سيناء. يعني عايز اقول لحضرتك احنا يعني شمال سيناء دي من الاماكن اللي بنسميها الحدوديه البعيده اللي ما كانش حد يعني فينا بيحب يروحها يعني زمان يعني. دلوقتي في اقبال من الشباب الضباط على ان هم يروحوا شمال سيناء، لدرجه ان الوزاره حاطه معايير للتميز وحاطه معايير كبيره قوي، اللي يروح شمال سيناء يكون احد الناس المتميزه اللي حاصل وحاصل وحاصل. طيب لما ارجع لتفاصيل الحادث النهارده، ولازم يكون في حاجات نقف قدامها يعني نتعلم منها، انه الهرم عند اسم الطلبيه ودايما كان بيطلع منها مظاهرات والتفجيرات والحاجات دي، والحادث دي اتكررت تحديدا في المنطقه اللي بنتكلم عنها. اختيار الزمان والتوقيت وقدام جام يعني، برضو الحاجات دي كلها، الاستعداد الامني هل كان تمام مطلوب بتغير في الاجراءات او في التكتيك اللي بنتبعه؟ بص حضرتك، احنا بلدنا كبيره مش صغيره، واحنا عندنا 30 محافظه، هم عددهم قليل، ما همش العدد يعني اللي يخض يعني، ودي خلايا عنقوديه، بمعنى بيشتغلوا يعني اعمال يمكن ما حدش بيبقى عارف رئيسه فين، التكليفات بتيجي الافراد. وعشان كده احنا بنقول لو ان هناك تركيز امني في مكان هو هيدور على مكان اخر اقل تامين. يعني عايز اقول لو ما كانش في هتبقى في المطار، ما كانش في المطار في تامين جامد هيتبقى صعب انك تحبط كل يعني. عايز اقول مع المساحات المتراميه، مع الاعداد الكبيره جدا للشعب المصري اللي موجوده والتجمعات اللي موجوده، وبعدين ما هيش مش القاهره مصر مش القاهره، القاهره والجيزه والاسكندريه وكل المحافظات، وكل المحافظات بيحصل فيها. انا سمعت النهارده تحليل من حد يقول لك لو في واحد نازل بقنبله من بيته هيفجرها يعني، لو عملنا ايه بالظبط هيفجرها برضه. عشان كده هم بيشتغلوا بطريقه او بعمليات اسمها الذئاب المنفرده، ان كل واحد بيروح يلعب لعبته او يعني ينفذ مأموريته ويرجع زي الذئب كده الخبيث ويرجع. هو يمكن لو اتسأل يمكن ما تقدريش تاخدي منه معلومات عن اللي مشغلينه، بيشتغلوا وساعات ياخد الاوامر لكن بدون علم باسم قائد التنظيم بتاعه. يمكن في الاعترافات الاخيره في بتاعه القضيه الكبيره دي قالوا كده، ما نعرفش مين، وحتى ممكن يكون في اسماء بتبقى الاسماء الحركيه يعني يديله اي اسم اي بتاع ما يعرفش يوصل او يعني. ان هو بيتطوع بالعمل لوحده بالظبط كده. فهي المساله طبعا المفترض لو احنا بلد صغيره كده يعني قد يعني زي دويلات كثيره يعني، كان ممكن بجهاز واحد يلف على المنطقة يقدر يعني يستشعر إذا كان هناك خطر ما أو عبوة مزروعة في مكان ما. حالة كنت سهل جدا. وأنا معايا ست رائد